لحظه برك خلينا نقول لك انا اول حاجه هو ماهوش حاجه كبيره باش انا ناخذ منه موقف. ثاني حاجه يكون في بالك وفي علمك وفي علم الناس الكل وان شاء الله تكون عندك الجرأه وما تقصوش الكلام هذا. لا ما تقصوش. علي راني مقدم بيه قضيه على الكلام هذاك اللي صار. واللي مقدم بك انت قضيه. اش تحكي بجدك؟ اي مقدم بك قضيه. على جايني مال. شو انا جايك. اي نورمال عادي. فاتلك ولا بجدك؟ نحكي بجدي. راني اخي انا اللي قلت اش دخلني انا انت والداكس. شو سامحني. هو البرنامج مسجل. اي مسجل. باهي. انا كي بنتي تتفرج في لقبها هي ابو سته يولي لقبها ابو صفر. راني شكيت بك خاطر ما قصيتش البرنامج مسجل. ما قلتش انا يرحم بابا. انا ما عنديش عنوان السيد هذاك. لحظه بركة عليه. اي تشكي بي انا؟ شو شو اسمعني انا قدمت بك قضيه عند المحامي. وش بيك ما قلتليش؟ مش من دوري انا باش نقول لك. علاش جيتني مان؟ علاقتي بك اعلامي مرحبا بك. لكن البرنامج هذاك راني باش نشكي بك وباش ناخذ حقي سواء كان تعويض او اي حاجه. بالطبيعه ما نتمنالكش المضره لكني شكيت بك باش يبدا في بالك على كلمه منقي وجهه بنتي باتت تبكي. سامحني اسمعني. اي الكلام كنت تنجم تقصه بما انه البرنامج ماهوش مباشر. حديثي انا عندي هكا تجي انت ما نقصلكش كلامك. لا ما تقولي ما تقصوليش. اي ما نقولش انا على انسان نقول له هكا في نوصفه ب ب ب ب معناها بفعال مش انا وصفته. اي انت كنت تنجم تقصه الكلام هذاك خاطر ما يتعداش في التلفزه. ما انت اسمع سامحني اسمع انت ما عندكش الجرأة. ولدك يتفرج ما عندكش الجرأة تشكي بالداكس. شكيت بين ها باش نقول لك الحساب وزر استدعيتك والله على الحساب. الحساب يجمع وحتى كان في بالي مانيش مطالب. شكيت بيا نعيط لك راه. اسمعني يا علي ما تحب تخرجني انا تو من ليميسيون. ما لقيتش فرحات الجويني تو. لا لا انا علاقتي بيك علاقه رجوله. انت تعرفني عمريش جيت الانسان وقلت لك عامل منقي ولا عامل كذا ولا شابي الرد انا ما قلتش يا ولدي شابي ولا كذا. هذا كان مسؤوليه كلامي يعني. انا اخويا شكيت اي بقدره ربي تو ناخذ حقي. اي ما جانيش استدعاء تو تو بقدره. انا باش نقول لك حاجه وانا متاكد هو في اخر الحصه قال لي وبرشكي يعرف اللي هو فوق القانون. لكن انا شكيت بيه اسمعني ومتاكد اللي انا تو شكيتي مازلت التو ما تسمعت والتو ما عيطوا. شكيت شكلي بي انا؟ شكيت بيك انت وبيه هو. تو دخلته هو تو. اي اي شاكي بيك وبيه. بيناتنا المحك. بيناتنا القضاء وفي كامل الود والواحد كان عندي انا حق بقدره ربي تو ناخذ. بيان سو. اما عارف حق. انا في الوقت هذا وفي الحقبه هذه مانيش باش ناخذ حقي. عليه من عندي انا؟ مانيش باش ناخذ حقي. سنة الساعة هذيا سيت اون بروميير. أول مرة في تاريخ التلفزة منشط جايب ضيف شاكي بيه. أنا ساعة ما في باليش والسيد تو جاي قاعد لهنا معناتها ويقول لي راني شاكي بيك. ها في بالك خويا. أوكي ليه أوكي. إيش نعمل أنا نكمل الحوار ولا كيما تحب أنت لهنا. أنا قلت لك أنت ونزاهتك إعلامي وأنا متأكد من نزاهتك. لا نكمل معاك. ما نكمل معاك. هي مش كوبي عندي 48 قضيه معناتها في عندي ما نقول كل يوم في المحكمه. انا يوميا موجود غادي. اما لكن كي استدعيتك كنت تجي تقول لي راني شاكي بيك يا اخويا. انا نفز. انا نستنى اعتذار. انا نستنى اعتذار من الكلام اللي تقال فيا وبكالي بنتي. انا ما قلت. لا انت عديته. اي شنو نعتذر على عديته؟ وقتاش تكون ما عندكش مسؤوليه؟ وقتاش تخلي مسؤوليتك من الموضوع كي يبدا البرنامج مباشر يا علي؟ ايه نعتذر لك تنحي شكايه ولا ما تنحيش؟ قدرة ربي نحيها بطبيعة الحال. نعتذر على اني انا ما قصيتش على كلمة راهو بوصفر راهو لقب بوصفر. انا انت ما قصيتهاش يا سي علي. تحب نعتذر لك توا؟ تعمل اكبر مزاي. اوكي باهي. تعدى عندي سي نزار داكس. لا بالحق بالحق ونحكي معك برجولية معناتها. كنت نجم نقصها الكلمة هذيك اللي قالها نزار داكس. لكن نزار حلفني قال لي ما تقص لي حتى شيء من كلام. معناها كي قلت كلمة زايدة ما استناني عادي. لا لا مش كلمة زايدة مش كلمة ما فيها وصم. اوكي معاك. فما نوع من الوصم. الوصم يعني صفة ما تتقالش. يا سيدي نعتذر لك. سي محمد بوست قدام الناس الكل ما نحبش قضايا ما نحبش مشاكل. قدام الناس الكل اني انا ما قصيتش الكلمة هذيك اللي ربما قلقت بنتك ولا قلقت ولدك. تسحب قضيتك ما تشكيش بيا. سيدي اعتذارك مقبول. احنا نغنيو تو انت قلت لي على الرجل صعيبه. اعتذارك مقبول
والاخر للحديث بقي يرحم رب. اي تسحب الشك ولا ما تسحبش؟ بطبيعه الحال حتى كان ما تسحبش نكمل معاك. بطبيعه الحال نسحب. بربي تحيه كبيره لمحمد بوسيد. اسمع هذه راهي ماهيش تدليكه بالحق. محمد بوسيد راهو شكي بيا معناتها بالحق معناتها قصينا قبل الكلام هذايا وشكي بيا ومقدمه شكايه. انا اعتذرت لقدام الناس الكل يا خويا. الاعتذار لا يفسد للود قضيه سانسيرمون. بالحق كنت نجم اقصها ما قصيتهاش. اجتهاد ينجم يكون مني ينجم يكون خطا سهو وجل من لا يخطئ معناتها. كاو كاو باهي يلا من غير ما نكمل في الفيديو هذاك. لا انا جاوبت انا تو باهي واضح. يلا نمشيو الى الفيديو الموالي. طب ماني قلت لك العب لوط الفوقه جاج عليك الفوقه جاج عليك بالك لا تفرفت في الحوت راني نبدع بيك يا ميدو راني نبدع بيك. كي توصف العباد هكا يا محمد نورمال ميدو واللوطه والفوق نورمال. اي معناها هو مثل دور جسد دور فيه ميدو ماهوش عيب. شفت كيفاش تفسر وحدك وتقول بوحدك اللي تحب عليه؟ ماهوش عيب. اسمعني يا اخويا علي وثاني بالثاني انا راني لطفي راه ما عنديش معاه معناها ما نكرهوش ما عنديش كره بالعكس انا متعاطف معاه. هذه غنيه تغني عليه انا متعاطف معاه تو انسان متشرد يعلم بيه ربي في بلاد الناس في فرنسا ويخدم على روحه في يخدم في اللون جاب ربي. كان في كرتاج كان هنا معزز مكرم بقدر ويخدم في اختياره هو حر في بوقرنين يخدم في بنزرت يخدم تو ولا يخدم في في البلديات نتاع فرنسا وفي لا 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 يعمل في عروض في مسرحيه لا 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 في القهاوي يخدم وفي الواحد لا 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 انا متضامن معاه. اسمعني محمد انا هنا مش باش ندافع عليه. انا ريتو انا حضرت لطفي لعبد اللي في عرض في نيس في مسرح محترم جدا وارشي كومبلي كومام كارير فنان. يعني كي تختلف مع شخص ما نحاولش نتاكي الجوانب الشخصيه اللي فيه ولا ولا حتى الفنيه لا ما نقللش قيمته. تو انا قلت لك راني متضامن معاه والله قسما بالله العظيم والله متضامن معاه والله لا عمره جاي انسان جيوبت. انسان ما يعلم به ربي متاشي وكما قلت لك قدره كان في كرتاج وفي حمامات وفي كانوا استحفظ شوي على قدره ومشى مخدم الفن كوم الفو كما يلزم يخدم الفن وادى رساله باهيه. هاك تشوف وين وين معناها ادى به الشيء اللي عامله. هاك يغني في الكافيتيريات ويدبر في راسه. انا راني متضامن معاه والله وعلى استعداد زاد باش نعاونه حتى ماديا.